بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، عاده الله علينا ونحن بأفضل حال، وعافانا الله وإياكم من فيروس كورونا. طيب، سنتحدث اليوم عن التيرنال سيستم في مساق العملي لمادة فيزيكال فارماسي لاب. هنتحدث عن تعريفات الهدف الترناري بلوت فيز دياجرام، the rules that relates to use a triangular coordinates graph paper، كيف نتعامل مع المثلث تبع ترناري سيستم، الباي مودال كيرف والابليكيشنز اوف ترناري فيز دياجرام والاكسبيرمنتس بارت. نيجي على الديفينيشنز. الترناري سيستم، من اسم ترناري معناتها ثلاثي. Ternary system, the system that contains three components. Ternary plot or phase diagram, هو triangle phase diagram shows the percent of mass fraction of three components of systems. يعني mass fraction يعني عندنا نسبة مئوية بالنسبة للوزن، يعني عندنا three components يعني بيكون مجموعهم 100%. خلينا نشوف هاي mass fraction. Mass fraction بيساوي اللي هو الماس اوف سوليوت على الماس اوف سوليوشن كله ضرب 100%. يعني مثلا لو عندي ثلاث مواد، المادة A والمادة B والمادة C، اذا كانت عندي المادة A تمثل 30% من السوليوشن ككل، والمادة B تمثل 20% من السوليوشن ككل، المادة C قديش حتكون؟ حتكون ايش طبيعي تكون 50%، مجموع الاثنين ناقص 100 حيطلع معنا اللي هو 50%. هاي اللي هو الترينجل فيز دياجرام أو ternary plot phase diagram. طيب نيجي نتعرف على rules لاستخدام اللي هو triangular coordinates phase graph paper. Each of three corners or apexes، الزوايا اللي فوق أو apexes of triangular represent بتعرض لنا 100% pure by weight of one component and zero of the two components. يعني عند قمة كل مادة عندنا اتجاه السهم، عندنا بدأ مادة A بدايتها من زيرو من هنا لعند 100%. الحين احنا هذه النقطة بتمثل لنا 100% من المادة ايش؟ A، تمام؟ من المادة A هنا عندنا بيبدأ من زيرو لعند 100%، هنا اللي هو حسب اتجاه السهم للمادة ايش؟ للمادة C، تمام؟ المادة B هي السهم تبعها تبدأ من 0 لعند 100% للمادة B. احنا لازم نكون فاهمين نظام اللي هو السهم، في نظام بيكون مع عقارب الساعة وفي بيكون عكس عقارب الساعة، هنا ماشيين عكس عقارب الساعة، تمام؟ اذا هنا راح يكون عندنا مقسم الخط من هنا ل 100 وحدة، تمام؟ عند رأس او قمة او الابكس او الكورنر لأي للمثلث بتمثل لنا 100% من المادة اللي اتجاه السهم عليها، وزيرو بالنسبة للمادتين التانيات، تمام؟ ننتقل على النقطة اللي بعديها. The three lines joining the corner points represents two components mixture of the three possible components اللي هو الباينري سيستم. يعني عندنا بالنسبة للخطوط اللي اي خط من او اي ضلع من اضلاع المثلث اي نقطة عليه بتمثل لنا 100% من مادتين وصفر من المية من المادة الثالثة. يعني لو افترضنا انه عندنا نقطة على المثلث في هذا المنطقة، طب هذه النقطة ايش بتمثل لنا؟ عشان نعرف قديش بتمثل من كل مادة بدنا نروح على الكورنر لكل مادة. هذه الكورنر عندنا هنا بدنا نعمل عند النقطة هذه خط مقابل وموازي للقاعدة للمادة اللي عقبالها. يعني عندنا المادة B، عشان نعرف قديش بتكون من المادة B بدنا نروح نعمل خط موازي للقاعدة المقابلة للزاوية اللي هنا، تكون ايش الخط اللي نرسمه يكون موازي للقاعدة اللي عقبالها وتكون في نفس الوقت تمر بالنقطة عشان نعرف قديش كميتها، تمام؟ طيب بالنسبة للمادة B قديش كميتها؟ رح نقول هنا عندنا 0 10 20 30 40 50، عند هنا عندنا تقريبا 50 52 من المادة B، 2
وخمسين من المادة B. تمام؟ طيب نيجي نشوف اللي هو المادة C. المادة C عشان نعرف قديش بتكون منها، هاي تركيزة هنا، هاي السهم، تمام؟ بنروح بنرسم خط موازي للقاعدة المقابلة للمادة C، موازي لها ويمر بالنقطة. خلينا نشوف قديش بطلع. 10 20 30 10 20 30 40 48 تقريبا، يعني قبل 50 بشوية، 48%. لاحظوا انه مجموع، لو نجي نعرف قديش المادة A، نرسم خط مقابل موازي للمادة A، رح يكون ايش الخط على النقطة بالضبط. طب مادة A تركيزها هنا صفر، لانه من هنا بتبدأ تركيز مادة A، ايه زيرو. فالمادة A زيرو في المية. فلاحظوا مجموع المادة C والمادة B 100%، وهذا اللي هو الباينري سيستم، يعني اي نقطة تقع على الخط او اي خط من خطوط المثلث تمثل لنا مادتين، اللي هو عبارة عن اللي هو الباينري سيستم. طيب نيجي نشوف لو كانت النقطة تقع داخل المثلث، اللي لازم تمثل لنا 100% من الثلاث مواد، وراح نقدر نحسب ونعرف قديش نسبة كل مادة من الثلاث المواد في هذا النظام الثلاثي. طيب نيجي نشوف the area within the triangle represents، المنطقة اللي داخل المثلث ايش بتعرض لنا؟ بتعرض لنا all possible composition of three components to given a three component system ternary system. طيب فرضنا انه في نقطة عنا هنا، خلينا نيجي نحسب ونشوف قديش نسبة كل مادة من المواد. تمام؟ طيب نيجي بالنسبة للمادة A، قلنا المادة A لو كنا ماشيين عكس عقارب الساعة يبقى الصفر هنا والمية هنا، انتبهوا لإشارة رأس السهم، انتبهوا له وين اتجاهه. تمام؟ طيب اتفقنا. نيجي نشوف هاي عندنا نقطة، بنروح نعرف قديش نسبة المادة A، بنروح بنرسم ايش؟ نرسم خط موازي للقاعدة المقابلة للمادة A، يعني هاي رأس المادة A، هاي القاعدة المقابلة، نرسم خط موازي للقاعدة ويمر بالنقطة عشان نعرف قديش تركيز المادة A. طيب خلينا نجي نشوف تركيز مادة A. 10 20 30 40، هنا راح يكون عندنا 40، فبروح نكتب 40 A تساوي 40%. تمام؟ نيجي نشوف اللي هو المادة B، هاي المادة B هاي رأس المنطقة والزاوية تبعت المادة B، هاي تركيزها بيبدأ من هنا من 0 لعند 100، بنروح نرسم خط موازي للقاعدة المقابلة للمادة B، هاي القاعدة، هاي الخط موازي يمر بالنقطة. نيجي خلينا نشوف قديش تركيزها، هاي عندنا المادة B بيبدأ تركيزها من هنا، اتجاه السهم هنا، كل ما اتجهنا باتجاه السهم بيزيد، إذا بداية التركيز نقرأها من هنا، عندنا 0 10 20 30، عند 30 بنقول المادة B تساوي 30%. وبخلص. تمام؟ نيجي نشوف الحين المادة C، المادة C هاي الزاوية تبعتها، هاي القاعدة المقابلة لها، بنروح نرسم خط موازي للقاعدة ويمر بالنقطة، وتركيزه من وين بيبدأ؟ بيبدأ من عندنا من هذه المنطقة هيك، وهي اتجاه السهم. تمام؟ نيجي نشوف قديش لازم يطلع. احنا ممكن لازم ممكن نفترض قديش ممكن يطلع، لأنه احنا عندنا تركيز A و B طلعناه، فلازم يطلع 30%. خلينا نجي نتأكد نشوف، هاي عندنا 0 10 20 30 بالضبط، طلع معنا 30، فإذا شغلنا صحيح. تمام؟ نيجي نكمل شرح. Each line is divided into 100 equal units، يعني بقول لك إنه كل خط بتقسم ل 100 وحدة. تمام؟ عندنا هنا each point inside by the bimodal curve represents mass fraction of three systems in two phase state after the end point appearance. يعني اي نقطة، اي نقطة بتكون داخل الـ inside البايمودال كيرف، يعني هذا البايمودال كيرف احنا كيف حصلنا عليه؟ رح نتعلمه، رح نعرفه، رح نطلعه، رح ترسمه، رح تشتغله. طيب الحين لما هو اشتغل اللي هو الترنال سيستم وضاف الثلاث مواد، صار يعرف متى بتفصل مع المادة، فصار يحدد نقاط على الترنال سيستم. تمام؟ بعدين ايش راح رسم اللي هو طلع بالماي مودل، الباي مودل كيرف. تمام؟ الحين اي نقطة بتكون انسايد الباي مودل كيرف تتعبر لنا عن التلات تراكيز، التلات تراكيز تبعات الترنري سيستم
in two phase state. يعني في هذه المنطقة بعبرنا عن تركيز وين ممكن يصير عنا، أو التركيز اللي بتكون موجودة هنا اللي بيصير عنا two phase. يعني عنا النظام بيفصل ل two phase. لو عنا بيكر وعنا الثلاث مواد ضفناهم، صرنا بنضيف المادة الثالثة، التركيز داخل هذه المنطقة تمام بيفصل عنا ل two phase. أما في هذه المنطقة راح يكون عنا one phase. تمام. Each point outside the curve represents the mass fraction of three component system or terminal system one phase state. يعني أي نقطة بتكون خارج المنطقة هذه، أي منطقة، أي نقطة بتكون خارج المنطقة هاد هنا أو هان أو هان أو هان بتعطينا إيش one phase. تمام. أما داخل الباي مود الكيرف هنا بتعطينا إيش two phase. اتفقنا؟ طيب. Each point at the boundary of bimodal curve represents the mass fraction of three systems at the time appearance of endpoint. يعني أي نقطة على الباوندر، على الحاجز اللي هنا اللي بيفصل بين two phase تمام والone phase، هذه المنطقة الباوندري، هذه المنطقة تمام، هذه المنطقة بتبين لنا اللي هو الاند بوينت تبع اللي هو الرياكشن الإضافة. يعني احنا بنكون عندنا مادتين وبنضيف عليهم المادة الثالثة، بنشوف النقطة اللي بيصير فيها فصل بين الثلاث نقاط تمام، بنروح بنحددها تمام. المنطقة اللي بتكون تحت الكيرف اللي بنسميها اللي هو بيطلع الكيرف اللي بيطلع معنا بنسميه اللي هو المودال كيرف، الباي مودال كيرف، والنقاط اللي بتكون تحت الباي مودال كيرف بتعطينا تو فيز، والنقاط اللي فوق الباي مودال كيرف بيعطينا وان فيز للثلاث مواد. مثلا عندنا هنا اللي هو ايثانويك اسيد، عندنا هنا ووتر، عندنا هنا ايثانايل ايثايل ايثانويت، دول ثلاث مواد. لو احنا اخذنا تركيز لنقاط اللي بتكون هنا راح يعطينا تو فيز. لو اخذنا اي نقطه موجوده هنا وشفنا التركيز وضفنا المواد بالتركيز المسموح لنا راح تعطينا وان فيز، راح يكون عندنا وان ميسبل فيز متجانس. تمام. حلو الكلام. بنكون مثلا عند الباوندر زي ما اتفقنا بنكون احنا وصلنا لايش للاند بوينت. يعني لو ضفنا اضافه كميه اضافيه من الماده الثالثه راح يصير عندنا تو فيز. تمام. طيب خلينا نتعرف على الابلكيشن اللي ممكن نستفيد منها من التيرنال سيستم، وليش احنا تعلمناه، وليش ليش نتعلم فيه قاعدين عشان نتعرف المعلومات هذه. الابلكيشن للفيز جرام عندنا ممكن Transdermal drug delivery بيدخل فيه، study of phase behavior in presents different components. لو كنا عندنا فينا أكثر من تركيبة أو ثلاث تركيبات تكون موجودة نستخدم اللي هو الفيز ديجرام اللي هو ترنال سيستم، الفورموليشن للسيلف امولشن فورموليشن، فورموليشن للسوليد ديسبيرشن أيضا، والفورموليشن للمايكرو كابسولز. يعني موضوع الترنال سيستم بيدخل فيه كثير أشياء للعلاقة بالنانو امولشن، للعلاقة بالمايكرو امولشن وهكذا. المثال الأكثر شيوعا والنوعا ما قريب للواقع وقريب للفهم اللي هو تحضير اللي هو الإمالشن إنه يكون one phase. يعني مثلا بكون عندنا اللي هو oil وبكون عندنا water وبنضيف اللي هو احنا عندنا بنضيف نبدأ نضيف اللي هو surfactant concentration. بدنا يعني عندنا ثلاث مواد، هاي المادة A مثلا، المادة B، المادة C. هذول المواد نبدأ مثلا السيرفكتنس بضيف في الووتر وبضيف في الاويل تمام، بس احنا بدنا نضيف الاويل مع الووتر ونصير نضيف عليهم سيرفكتنت بحيث ان نعمل وان فيز ونعرف قديش تركيز كل مادة ومتى بيفصل عنا ومتى مش حيفصل وقديش تركيز كل مادة. بهذا النظام نتعامل مع التيرنري سيستم، بيعطينا معلومات وانفورميشن بحيث انه احنا نعمل تيرنري سيستم نظام سيرفكتنت مع امولشن مع ووتر مع ووتر مع اويل، بيعطينا سيستمز تيرنال سيستم لامولشن بحيث انه يكون وان فيز ما يفصلش، يكون ممتاز ونكون عارفين التركيز لكل ماده منهم. تمام. نيجي للجزء العملي. طيب الثري كومبوننتس الموجوده معانا عندنا اللي هو الاتش اي سي اللي هو الاستيك اسيد تمام، وعندنا الميه، وعندنا اللي هو الكلوروفورم تمام. هسه عندنا الاستيك اسيد مع الميه بيكونوا وان فيز وبيكونوا دايبين في بعض تمام، اسيد وميه بولر
وبولر بيذوبوا مع بعض، وعندنا الاستيك اسيد دير بالكم في جزء بولر وجزء نون بولر، تمام؟ طيب الاستيك اسيد لانه في جزء نون بولر وعندك الكلوروفورم نون بولر بكون عاملين وان فيز مع بعض، تمام؟ ال H2O لانه بولر مع نون بولر هذا اكيوس مع اويلي، تمام؟ راح يعطينا تو فيز، تمام؟ فاحنا ايش حنعمل؟ احنا حنروح نحضر تركيز، هنحضر تركيز من الاستيك اسيد مع المية، تمام؟ يكونوا معطينا وان فيز ونضيف عليهم مثلا الكلوروفورم، تمام؟ ونشوف متى حيدي بدي يعطينا تو فيز. وكمان حنحضر كلوروفورم مع استيك اسيد تركيز اربع تركيز، وحنبدا نضيف عليهم ايش المية ونشوف متى حيعطينا اللي هو تو فيز، تمام؟ عشان نعرف ونكون ونحصل على المعلومات اللي تفيدنا بحيث ننشئ اللي هو ترنري سيستم اللي هو ترنري دياجرام، تمام؟ طيب نيجي للاكسبيرمنتس بارت، البروسيجر او البيربوس عفوا، illustration the effect of solvent composition at the solubility of third substance، يعني نشوف تاثير الماده اللي راح نضيفها على الذوبانين تبعت السيستم كله. طيب نشوف البروسيجر، بدي يقول لي حضر 20 مل of the following combination من أستيك أسيد مع المية، بده تركيز محلول يكون حجمه 20 مل، تركيزه 10%، 25%، 45%، 60%، ويت بير ويت هم الأستيك أسيد والووتر. In a small clean dry flask which form one single phase، يعني المية مع الأستيك أسيد هم متفقين انه راح يعطينا ايش one phase. طيب بعديها these mixtures slowly added chloroform، هذه الكلوروفورم وين حتكون؟ حتكون وين موجودة في البيوريت، from the بيوريت until turbidity، لما تبدأ اللي هو العكارة تبدأ تظهر ويبدأ يعطينا شوية يفصل على two phase، تمام؟ appearance of the second liquid phase، لما يبدأ يظهر اللي هو عندنا الفيز الثاني خلاص بنوقف. احنا بنصير نضيف شوية شوية كلوروفورم ومن ثم نعمل shaking منيح بحيث نتأكد انه فصل ولا ما فصلش، استوعبوا السيستم ولا ما استوعبوش. اذا ما بنضيف بنصير نضيف شوية شوية وبنتأكد، تمام؟ عبل ما يبين لنا اذا ظهر التو فيز بنوقف خلاص، بنكون احنا وصلنا على الاند بوينت، صرنا على الـ على الباي على الباوندري تبع اللي هو الباي مودل كيرف. طيب الحين حيكون عندنا معلوم اللي هو قديش حجم المية وقديش حجم الاستيك اسيد، وبنحسب قديش حجم نزلنا من البيوريت كلوروفورم. طيب احنا بنحكي هنا ماس فراكشن، يعني ماس فراكشن بتعامل مع اوزان، فايش راح نستخدم هنا؟ راح نستخدم من الدنسيتي لكل مادة من المواد اللي عندنا ونطلع قديش كتلة السولفنت او كتلة الحجم اللي احنا استخدمنا من المادة، تمام؟ طيب نيجي نشوف هنا check the weight of chloroform، بنفحص قديش احنا نزلنا كلوروفورم، تمام؟ which is equal to its volume، يعني بنروح بنشوف الفوليوم لإله وبنحسب قديش وزنه، ممكن نوزن الحجم اللي احنا نزلناه او ممكن من قانون اللي هو الدنسيتي انجي. طيب هذا حنشتغل يعني مثلا تايتريشن، حنشتغل تايتريشن مع كلوروفورم لتركيز 10% ل 25% من الاستيك اسيد مع الووتر، وحنشتغل كمان مره تايتريشن يعني اربع مرات تايتريشن هنا، راح نحصل على اربع نقاط راح نحطهم على التيرنال سيستم. ومن ثم هذا البارت لو حنشتغل عملي حنشتغل هذا البارت في معمل، تمام؟ والمعمل اللي بعديه راح نعمل اللي هو الاربع نقاط الثانيه اللي هو البارت 2 من المعمل، ولكن لانه نظام مشروع نظام الكتروني فراح اعطيكم انا المعطيات اللي للكلوروفورم هنا، نعطيكم المعطيات للمية اللي راح نضيفها على الميكسشر تبع الاستيك اسيد والكلوروفورم، تمام؟ للتركيز هاي، تمام؟ اللي هم حجمهم الكل 20 مل سوليوشن للاثنين اللي هو الاستيك اسيد مع الكلوروفورم. حنبدا نعمل تايتريشن بالمية، حنحسب قديش حنوقف لما تحصل عليه لما يظهر عندنا اللي هو السكند فيز، تمام؟ اللي هو الاند بوينت. بعدين راح نعمل اوبتين للباي مودل كيرف، راح نكتبه اللي هو الميسيبيليتي كيرف. بعدين نعمل calculate the percentage the percentage of each component and the thermal mixture. بعدين and plot triangle diagram، بنروح بنعمله كامل، تمام؟ خلينا نشوف اللي هو الخطوات واحدة واحدة.
طيب هاي عنا نبدأ في أول خطوة اللي هو عنا بنجيب 4 بيكر عشان نحضر فيهم 20 مل اللي حكينا عنهم. تركيز كل مادة يعني نقول إنه مثلا هذا البيكر 1، هذا البيكر 2، البيكر 3، البيكر 4، بنعمل لهم ليبلينج عشان التركيز يكون إحنا ضبطينهم 100%. طيب عنا البيكر 1 تركيزه 10% من الأسيتيك أسيد مع الووتر، تمام؟ طيب 10% هذا معناته إنه عنده 10 مل من الأسيتيك أسيد موجودات في وين؟ في 100 مل من إيش؟ من السوليوشن ككل. طيب أنا عندي 20 مل السوليوشن، قديش هستخدم من الأسيتيك أسيد؟ قديش هستخدم؟ حشوف عندي هستخدم هنا 2 مل من الأسيتيك أسيد، ومن ثم احنا اتفقنا ان السوليوشن عبارة عن سوليوت وسولفنت، يعني عندي 2 مل أسيتيك أسيد وعندي 18 ايش مل مية حيكون، تمام؟ ونفس الكلام ونفس النظام بالنسبة لل 25%، 45%، 60%، يعني عندي 25%، 25 موجودات في 100. طيب انا بدي اعمل 20، قديش حيكون فيهن؟ حيكون فيهن اللي هو 5، حيكون عندي 5 مل أسيتيك أسيد و 15 مل إيش مية، مجموعهم 20 مل، وهكذا، تمام؟ طيب هنا إيش حنعمل بعديها؟ حضرنا التركيز في 4 بيكر، عملنا لهم ليبلينج وتركيزهم، تمام؟ حنحط كلوروفورم وين؟ في البيوريت، وحنبدأ ننزل من الكلوروفورم نقطة 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 ونحرك نقطة نقطة ونحرك عبد ما يبدأ يظهر عنا اللي هو سيرتر، بدأ عكارة في السوليوشن اللي عندي ويبدأ يفصل لتو فيز، تمام؟ طيب حناخد القراءات تبعت الكلوروفورم، حنعرف أكمل نزلنا بالضبط، ومن ثم ححصل على القراءات للأربعة خطوات تيتريشن، تمام؟ طيب ننتقل على الخطوة اللي بعديها، حبدأ أعمل كمان 4 تيتريشن لتركيز تانية، عندي اللي هو تركيز 10%، 15%، 40%، 60% من الكلوروفورم مع الأستيك أسيد، تمام؟ وهنا حيكون عندي في البيورت اللي هو إيش؟ الووتر. حبدأ أضيف أول شغلة حجهزهم حسبهم قديش بيطلعوا، 10% 2 ل 18، 15% عندي اللي هو 3 ل 17، 40% حيكون عندي هنا لعند 100. طب عندي اللي هو في 20 مل قديش حيكون؟ حطلع حيطلع معايا الكلوروفورم حاعطيله حيطلع هستخدم 8 مل، حيطلع عندي اللي هو الأستيك أسيد 12 مل، 60% هحسبها حيطلع معي اللي هو 12 مل من الكلوروفورم و 8 مل من الأستيك أسيد. المهم بعد ما عملت الحسابات هذه وعارف قديش طلع معايا، حبدأ أنزل أعمل تيتريشن بالووتر وأشوف متى حيصير عندي 2 فيز. أول ما يصير عندي 2 فيز حاخد قراءة الووتر وأسجلها، تمام. حين خلصنا اللي هو أخذنا القراءات، أخذنا الأحجام اللي بنستخدمها من كل مادة، نيجي نشوف الكالكوليشن. طيب بالنسبة للكالكوليشن، convert the percentage of three components from volume into weight according to allow density. عندك الويت الكتلة على الحجم، الويت على الفوليوم، عندك الدنسيتي للأستيك أسيد معلومة هيها 1.0495 جرام بير مليلتر، وفوق أولا الكلوروفورم 1.477 جرام بير مليلتر. Make a suitable calculation in order to obtain the composition of each system في التابلز below. طيب هاي الأستيك أسيد مع الووتر، الأستيك أسيد مع الووتر هنا اللي هم نحن كنا مجهزينهم في أول 4 بيكرز اشتغلناهم، عنا اللي هو نسبة قديش الأستيك أسيد للووتر موجودة عنا. هذا الكلوروفورم الكمية اللي احنا ضفناها من البيوريت على الميكسشر اللي هنا وعدتنا 2 فيز، أين أنا معطيكم اللي هو إيش القراءات هنا، تمام؟ طيب القراءات اللي عندنا هنا بدنا احنا بما اننا نتعامل مع الماس فراكشن بدنا نجيب الويت الوزن على الوزن الكلي. طيب عندنا اللي هو وزن المي زي ما هو احنا لانه الدنسيتي لها 1 فالوزن راح يكون زي ما هو. الويت تبع الاستيك اسيد راح نضربه في الـ في الـ في الدنسيتي له اللي هو الفوليوم في الدنسيتي راح يعطينا الويت، لانه الكتله على الحجم راح يصير الدنسيتي في الحجم بيعطينا ايش اللي هو الكتله مباشره، راح يطلع عندي 9.2.099.
و3 من 10 للكلوروفورم راح اضربها في الدنسل لها فراح تعطينا اللي هو 0.44. هذول مجموعهم كلهم التوتال ويت ليش للثلاث موال. حبدأ اقسم كل واحدة على اللي هو التوتال ويت للسيستم كامله ثلاث موال، ومن ثم هحصل على نسبهم هنا 10%، 87%، 2.1%. هذول الثلاث نقاط انا او انتم لازم تعرفوا او تتعلموا او يكون عندكم خبره كيف تعلموهن على اللي هو الترنري سيستم او على التراينجل اللي بكون موجود عندكم. طيب خليني انا اعمل النقطتين هذول وانتم من ثم راح تعملوا اللي هو باقي النقاط الاخرى. طيب هي عندي هنا اللي هو المواد. اول شغله بدي اعملها لازم انا احدد المواد كيف مكانهم. طيب خلينا نقول انه عندي هنا اللي هو الاستيك اسيد، كل واحد له الحريه كيف يعلم المواد مكانهم. هنا الاستيك اسيد، عندي هنا مثلا الووتر، تمام. وين ما تحط المواد راح تطلع معك نفس النتائج، يعني النتائج لازم تكون كلها صحيحه حتى لو انت بدلت اماكنهم، تمام. طيب عندي هنا اللي هو الاستيك اسيد، انا عندي الكلوروفورم، انا عندي المي. طيب تيجي الى عند قراءه اللي هو الاستيك اسيد، كيف بدي اعرف قراءه الاستيك اسيد وين تركيزها وين يبدا؟ هي اتجاه السهم. اتجاه السهم بيقول لي انا هيك بدايه تركيزه من 0 لعند 100 للاستيك اسيد. طيب الاستيك اسيد عندي 10، انا بروح ايش اعمل؟ بروح بيعمل خط موازي للعشرة، عند العشرة هنا للاستيك اسيد، تمام. طيب نيجي لعند المية، وين المية وين تركيزها؟ هي المية 10 20 30 40 50 60 70 80، بقول لي 87 انا يعني في هذه المنطقة. هاي هيك بروح نعمل خط موازي للقاعدة اللي هنا، تمام. طيب نيجي للكلوروفورم. الكلوروفورم هاي الكلوروفورم بقول لي انا تركيزي 2.1. طب وين تركيز الكلوروفورم؟ تركيز الكلوروفورم هاي بدايته من هنا، يعني عند اللي هو 2.1 انا بدي اعمل خط موازي للقاعدة اللي عقبال الكلوروفورم. هاي النقطة اللي هي احنا بدنا اياها، هذه النقطة اللي احنا بدنا اياها. هاي نعلمنا اول نقطة، تمام. نيجي نعمل النقطة الثانية. طب يلا النقطة الثانية بقول لي تركيز الاستيك اسيد 24%، وين الاستيك اسيد؟ هيو. طب وين بداية تركيزه؟ هي لانه ايش السهم الطالع هيك 100% هنا بيبدا من زيرو من هنا. قديش تركيزه؟ 24%. وين 24؟ هي 10 20 هي 4 نقول في النص عند 24 بالضبط، بدنا نحط خط موازي، تمام. طيب نيجي ال H2O وين بداية تركيزه؟ هاي المية، تمام. تركيزه يبدأ من، لا هذا مش تركيز المية، لاحظوا معك أنا كنت بدي أتلخبط. تركيز المية هاي المية، هاي السهم اللي رايح على المية، هاي تركيزه بيبدأ من هنا 10 20 30 40 50 60 70 70.4 للمية. بدي أرسم خط موازي للقاعدة اللي عقبال المية، هاي 70، تمام. 70.4 عند 70 بالضبط بدي أعمل أنا إيش؟ بدي أعمل خط موازي للقاعدة اللي عقبال المية، تمام. طيب أجي على الكلوروفورم. الكلوروفورم إيش بقول لي؟ الكلوروفورم أنا تركيزه 4.85، هاي عندك اللي هو هاي بدايته من هنا 0 10 20، بدي إيش؟ أنا عندي اللي هو 4.8. عند 4.8 بدي أعمل خط موازي لإيش؟ للقاعدة اللي مقابلة للكلوروفورم هيها، تمام. هاي النقطة اللي أنا بدي أحصل عليها، النقطة اللي هنا صار عندي هاي نقطة هان ونقطة هان. يفضل وانتو قاعدين تشتغلوا تشتغلوا بقلم رصاص، تحطوا الخطوط هذه بقلم رصاص، تعينوا النقاط بالضبط وتكونوا متأكدين من حساباتكم اتجاه السهم مع عقرب الساعة والعكس عقرب الساعة، محددين المواد صحيحة بشكل صحيح وتكونوا شغالين صح، تمام. طيب هيك بنكون وضحنا كيف نعين النقاط. بدكم تكملوا اللي هو الجدول اللي هان والجدول الثاني أيضا، هاي الجدول اللي هو الأستيك أسيد مع الكلوروفورم. هنا أنا معطيكم المعطيات تبعت المية، بتحسبوا باقي الجدول
وبتكملوه 100%، وهيك بيكون خلص الشرح. ايش المطلوب منكم؟ هي عندكم الجدول هذا والجدول اللي فوق، راح انزل لكم ملف بي دي اف بيحتوي على الجدولين وبيحتوي على اللي هو المثلث، تمام؟ بدكم تحلوه، تطبعوا الورقة وتحلوه بشكل يدوي وش وتعينوا النقاط على الترنري سيستم او التراينجل الموجود عندكم. في نفس الوقت وانتم شغالين على المثلث، يعني بتحطوا لي بتحطوا اشارات انه هذه مثلا هذه النقطة الاولى نقطة رقم واحد مثلا، هذه النقطة رقم اثنين، تمام، والنقطة رقم ثلاثة والنقطة رقم اربعة، كلهم بتحطون بتعلموها انت كتوارد لتركيز كذا وتركيز كذا، بتكونوا موضحين. يعني بدي انا لما اصلح التقرير افهم انه الطالب وقاعد بحل عارف ايش بحل بالضبط عشان يصير تقييم بشكل صحيح، تمام. يعني انتوا بامكانكم مثلا تعملوا ترقيم، مثلا تقول انه مثلا هذا رقم واحد، رقم اثنين، النقطة رقم اثنين، نقطة رقم ثلاثة، نقطة رقم اربعة، تمام. اللي هو الجدول اللي بعديه ترقموه هنا برضو الاربعة، يعني خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. بعد ما تحدد النقاط على الترنال سيستم او على التلفون على المثلث، تمام، بتقوموا بايش كتابة النقاط اللي بتوضحوها وبتميزوه، اللي بتكتبوا اللي بتعملوا له الباي مودال كيرف، وبتكتبوا له انه هنا مثلا 1 فيز، هنا 2 فيز، هنا تركيز كذا، وبتشوفوا اللي هو الابلكيشن تطلعوا عليهم، وبتحطوا اذا في عندكم ملاحظات اي شغله بامكانكم تتواصلوا معي على التعليقات او اي وسيله يعني. وهيك بقدر اقول لكم شكرا، يعطيكم الف عافيه واعانكم الله. رمضان كريم. السلام عليكم.